بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى العنصر الأول من الوحدة الثانية في ميدان الطاقة، وهو السلسلة الطاقوية. وقلت سنتطرق إلى العنصر الأول منه والمتمثل في أنماط تخزين الطاقة، وسنتناوله انطلاقا من هذا التساؤل أو من هذه الوضعية التعلمية: هل يمكن أن تخزن الطاقة؟ وإن كان ذلك ممكنا، فما هي الأنماط أو الأشكال التي تخزن بها؟ إذن فللإجابة على هذا التساؤل أو هذه الوضعية، فعلينا أن نعالج النشاطات المقترحة في كتاب التلميذ، بدءا بالنشاط الأول الذي يحتوي على هذه الصور. إذن يقول: الوسائل المستعملة هي عربة ونابض وكرية معلقة إلى حامل وبطارية تغذي مصباح. إذن فالتساؤل الأول الذي يطرح هو: هل العربة وهي في حالة سكون أو وهي ساكنة تملك طاقة؟ إذن لكي نعرف إن كانت الجملة تملك طاقة أم لا، فينبغي أن يكون لدينا معيار أو مؤشرا دالا على ذلك، وهو الإجابة على السؤال التالي: ما هو العمل الذي يمكن أن تقدمه العربة في هذه الحالة؟ إذن ففي هذه الحالة، في حالة سكون، العربة لا يمكن أن تقدم أي عمل، فبالتالي نقول أن العربة وهي ساكنة لا تملك طاقة، بدليل أنها لا تستطيع أن تقدم أي عمل. لكن إذا تم تحريكها، هل هي تملك طاقة أم لا؟ إذن فأثناء تحريكها لا شك أنها تملك طاقة، لأنها تستطيع أن تقدم لنا عملا. إذن فنقول أن العربة وهي تتحرك تملك طاقة. يقال لك: ما نمط الطاقة التي تملكها وهي تتحرك؟ إذن فلا شك أن تسمية الطاقة نابع من الفعل. إذن نقول أنها تملك طاقة حركية. نفس التساؤل نطرحه على الصورة الثانية: هذه الكرية إذا كانت على سطح الأرض أو على سطح طاولة مثلا، هل يمكنها أن تقدم عمل؟ بطبيعة الحال لا تستطيع أن تقدم لنا أي عمل. إذن فالسؤال هنا: هل في حالة وضعها على الأرض أو على الطاولة هي تملك طاقة؟ لا شك أن الجواب هو بالنفي، أي أن الكرة وهي على سطح الأرض لا تملك طاقة، لا تستطيع أن تقدم أي عمل. لكن حينما نعلقها بخيط على بعد من سطح الأرض، هل تملك طاقة أم لا؟ ربما يقول السائل بأنها تكون ساكنة وبالتالي لا تملك طاقة. لكن أرأيت إذا انقطع هذا الخيط أو قمنا بحرقه، هل تبقى ساكنة؟
بالتأكيد يكون الجواب أنها ستسقط أو تتحرك نحو الأرض. وسقوطها وتحركها أليس دليل على أنها كانت تخزن طاقة؟ إذن الجواب أكيد أنها كانت تخزن طاقة. إذن فالكرة الآن الجواب يا ترى ما هو؟ أن الكرة حينما تكون معلقة تملك طاقة، فما هو شكل أو نمط الطاقة الذي تملكه في هذه الحالة؟ إذن فالكرة وهي معلقة تملك طاقة مخزنة أو طاقة كامنة تسمى بالكامنة الثقالية، طاقة كامنة ثقالية، أي أن للكرة ثقل، أي فهي متأثرة، وهذا الثقل متعلق بأمرين وهو الجملة وهي الكرة، والجملة الثانية هي الأرض. معناها لولا وجود الأرض لما تكلمنا عن ثقل الكرة. ننتقل إلى الصورة الثالثة، فهنا نلاحظ أن البطارية أو أن المصباح موصول الطرفين بقطبي البطارية. السؤال الأول، يعني إذا كان طرفي المصباح غير موصولين بقطبي البطارية، فهل يمكن للمصباح أن يقدم عمل؟ بالتأكيد الجواب هو لا يستطيع المصباح أن يقدم أي عمل في هذه الحالة. العمل المطلوب من المصباح لا شك هو التوهج، لكن بما أن طرفيه غير موصلين بقطبي البطارية فلن يستطيع أن يقدم لنا هذا العمل. عفوا. إذن فنقول أن المصباح قبل توصيل طرفيه بقطبي البطارية لا يملك طاقة، لكن إذا وصلنا طرفيه بقطبي البطارية فنلاحظ أنه يعمل، أنه يقوم بعمل، أي يتوهج. فماذا نقول في هذه الحالة؟ نقول أن المصباح عند توصيل طرفيه بقطبي البطارية يملك طاقة. هذه الطاقة نمطها هو طاقة داخلية، أي أننا لا نرى مثل ما رأينا مثلا حركة العربة، ولا نرى مثلا وجود الكرة على بعد من الأرض وندرك بأن هناك طاقة. فهنا إذا لم نرى التوهج لا ندرك بأن البطارية تقدم طاقة للمصباح. إذن فبالتالي نوع هذه الطاقة هي طاقة داخلية، أو لنسميها طاقة مجهرية، يعني لا نراها بالعين إلا من خلال الأثر وهو التوهج. نمر إلى المثال الموالي. النابض في حالة الراحة، يعني عندما لا نؤثر عليه، عندما يكون حرا، هل بإمكانه أن يقدم لنا عمل؟ أكيد أن النابض إذا كان مثبت مثلا في معلاق من أحد طرفيه وحر من الطرف الآخر فإنه لن يقدم أي عمل. إذن فهنا نقول أن النابض في هذه الحالة لا يملك طاقة. النابض في حالة الراحة أو الوضع الحر لا يملك طاقة. لكن إذا قمنا بالضغط على طرفه الثاني أو قمنا بشده، سحبناه مثلا، فأكيد أنه سيقدم عملا، مما يدل على أنه صار يملك طاقة. إذا ضغطناه وبقي مضغوطا لا يظهر هذا العمل، لكن حينما نحرره سيقوم بصرف هذه الطاقة التي كان قد خزنها. ونرى ذلك في الواقع في أمثلة كثيرة. إذن فنقول أن النابض عند شده أو ضغطه يملك طاقة، يخزن طاقة تسمى بالطاقة الكامنة المرونية. إذن ما هي النتائج التي نخلص إليها؟ هنا نكون قد خلصنا إلى أن الإجابة على السؤال الذي طرحناه أو الوضعية الأولى هي هل يمكن تخزين الطاقة؟ إذن أظن أن الإجابة صارت واضحة، أن الطاقة يمكن أن تخزن في الجمل،
إذن يمكن تخزين الطاقة في الجمل. ما هي الأنماط التي يمكن أن تخزن على هيئتها؟ إذن فهنا قسمنا إلى تقسيمين، أولا على المستوى العياني الذي تتم رؤيته، فهنا يمكن للجملة أن تخزن الطاقة في شكل حركي أو في نمط حركي، وتسمى أو نسميه نمط تخزين طاقة حركية، نرمز لها بالرمز EC. يمكن أن تخزن بنمط آخر، طاقة كامنة، وبالنسبة للطاقة الكامنة ستظهر في شكلين أو في نمطين، ألف طاقة كامنة ثقالية وباء طاقة كامنة مرونية. الطاقة الكامنة الثقالية تتعلق بوضع الأجسام بالنسبة لسطح الأرض، وضع الأجسام بالنسبة لسطح الأرض. الطاقة الكامنة المرونية تتعلق ببعض الأجسام المرنة مثل النوابض والصفائح المرنة والمطاط إلى آخره. على المستوى المجهري، يعني على المستوى غير المرئي، لدينا نمط واحد وهو طاقة داخلية. قلنا سميت طاقة داخلية لأنها لا تدرك بالعين إلا من خلال الآثار التي تحدثها، وهنا قد تكون في شكل طاقة حرارية كتسخين جسم على سبيل المثال. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.